بسم الله الرحمن الرحيم. هو صاحب الكتاب. أولا بدوري أشكر الأستاذ محمد السويدي على هذه الدعوة الكريمة، وأشكره كذلك على المجهودات الجبارة في هذا الميدان اللي هو أعتبره ميدان مهم جدا، هو أدب الرحلة. كما أشكر اللجنة منظمة الجائزة وعلى رأسهم الأستاذ عمر الجراح وكل من عمل على هذا العمل من أجلي يعني أن نصل إلى ما وصلنا إليه، شكرا جزيلا. بالنسبة لهذا الكتاب، هو في الحقيقة بالنسبة لي التجربة أولى في الكتاب، أول كتاب لي أصدره، وأنا يعني جد سعيد أنه نال هذه الجائزة، جائزة ابن بطوطة. وهو يتحدث أولا على تجربتي في الصين، وأنا أول طالب مغربي يدرس في الصين في يعني منذ سنة 1978، وهذه الفترة تعتبر من أهم الفترات التي عاشتها الصين في العصر الحديث، بحيث أنها تسمى يعني فترة الإصلاح والانفتاح، والتي كان بطلها هو الرئيس دين شياوبين. فحينما وصلت إلى الصين طبعا تختلف اختلافا جذريا عن الصين التي نعرفها اليوم، فهي حينما وصلت لازال هناك أثر لما كان يسمى بالثورة الثقافية الصينية. فالكتاب يعني يحكي الظروف المعيشية والاجتماعية آنذاك للشعب الصيني، ثم كيفية يعني حينما وصل دين شياوبين إلى الحكم كيف بدأ يغير السياسة الصينية ويغير المجتمع الصيني عن طريق يعني مجموعة من الوسائل التي أسست في نهاية المطاف إلى ما تشهده الصين اليوم من تقدم جبار. فهذه الفترة يعني فعلا أنا يعني تحدثت عليها إلى جانب طبعا يومياتي خلال الدراسة في الصين، تحدثت على عدة جوانب سواء الفكرية والسياسية والاجتماعية التي كانت مهدت لما تعرفه الصين اليوم. فالكتاب ينقسم إلى فترة الدراسة، ثم العودة إلى المغرب، ثم بعد 12 سنة العودة مرة أخرى إلى الصين مع آنذاك الوزير الأول عبد الرحمن يوسفي الوزير المغربي، وكيف أنني وجدت الصين بعد 12 سنة. طبعا وجدت بأن الأرض أصبحت غير الأرض، والناس أصبحوا غير الناس، وتغير يعني بعد ذلك. وأنا رئيس جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية بدأت أذهب يعني مرارا وتكرارا إلى الصين، وفي كل مرة يعني أرى تغيير جديد. فالكتاب يتحدث عن ميكانيزمات لهذا التغيير، اللي هو يعني أصبح منبثق من الجذور الصينية ومن الثقافة الصينية، وأصبح السبب هذا التحول كله نابع من أن الصينيين عادوا إلى أصولهم من جديد، ومن أصولهم انطلقوا. ثم في نهاية الكتاب يعني طبعا تكلمت عن التجربة كذلك في جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية كرئيس، وكذلك كعضو في المكتب رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، والتي هذا العمل التي أدى إلى فوزي بجائزة مهمة في الصين عن طريق الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو وسام من الأوسمة الكبار في جمهورية الصين الشعبية، وسميت جائزة المساهمة البارزة في الصداقة العربية.